أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولنتي وأنا أكسن خير تشرفتي عزي غلي قال صوتها إن شاء الله كي يوتيوب يا سيد عبد الرحمن. ولكن هناك مركز 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 إن شاء الله مركز 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 مهمة مركز 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 فيديو مركز 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 دقال مركز أما دقال مركز 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 intina su'aasha ka jawaabin marka hore aynu maaragtay xusuusino in Allah subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay quraanka inuu sanahaba yaraatay wax uga tihiin macnaheedu waxa ma jiro oo hadaweyn iyo wax kasta oo muhiim ah kitaab quraanka waa ku jiraan hase yeeshee maaragtay fikri yaraanteena iyo maaragtay inagoo dadaal xad dhaaf sameeyayno oo aad u dadaalin iyo tabaan خيامدي هي هلمانسي الشيطان كعدوين نقول ده بجري أي واحد كأنت هنا نسكي لونه أما هنا أمبرن آيات كواوين يا الله سبحانه وتعالى إن هذا ما دام عليه سبحانه وتعالى قرآن كوحده وما أنت جني واحد كستوان كل شيء غي سلام رك أنا آيات كلامنا وكبير سبحانك رب العالمين مارك سورة النحل كتاب قرآن كوحده سود جين وحول بعض يو وحول بعض إن مارك ده إن فصلات يو مارك تي فافاهين دارا ذا كبحي أرين كستو الدوية ذا كدعضا إلا مانكي يا بادن هالك الله كياني إلا أي مارك تين مالك ودن بي سيغوفك ودن بي بلادن الولان دونو وحوي هدي إلهي سبحانه وتعالى وينور شيئا هسي شيء نجي من بارين مركا ما أنت وحوي وحان ربعين أن ينتو صو آيدا موجينا يا إني بلي روور أما دقال كان نقوم بلدوري دي لسكوا دي كسدو وروان تي كتاب القرآن كجيرو إن صدح ميلود أيال وشيغي مارك تي إن بلادن كعذاب حن أي كهليا الدون ك أو ماركتي هلا كبد عدونه بلا إن نسل عرقنا أي نسل عرقنا معنا فسر كوالجود خلافة ولقي على وشيا خانو كشيا كيني مارك إن وذات كإنجليز ككوه الله ماركتي شيخ حسين شيخ عمران حسين اللي جاها وحو يدنا كشيا جي معناها الدجال بك سكلا أنا معناها رنتا كم راعين قرال ما نقول قري بوجي سان ليه شيخ هو ساس ما هني واساس لكن مارك دونه كجواب مركا صدح سورة بعدين هي عدو له هي هذا سورة كوا بعدين دي كانوا دون حوي سورة المرسلات إنه إله كل شيء سبحانه وتعالى قال هذا اللي بيقول قال عذاب خص عذاب وهو صدح مرحلة ضوضة وانقل دون نوح مرحلة ذا يهين هي سورة الله بعد أو مارك تي يدو سكع الذهبة والله يري سبحانه وتعالى مارك تي وحالة إنك صدري دون مارك تي دب هو العيا وسورة الرحمن يعني نقول دهنا سورة السدحات نوحوي هذو لا يجري هذو سورة الدخان ويدو وحوي معناه obvious كأب أما إسكعد بارنتي دو ويد مرعي وضاء الدخان عربي دقيقة ليلا هذا واسمه دقيقة ويان كل كاتان ونقول إن هذو لا يجري هذو مركا إن شاء الله تعالى عشر كام باللونه ما شاء الله بحوي تي كوبات بن سوق هذا لنا دولة هاي دمو فريد ان سورة كوبات يا خيار يعني سوق هذا لنا وحوي ومعناها سورة سورة المرسلات ان هدول هي يعني وح سوق هذا حكى بالله من عيد دس قال الله تنات الله وحيري سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون الله سبحانه وتعالى انطلقوا قلا إلى ما كنتم به تكذبون وحد بين جبتين وحالين قلا هل كان يواسك عذاب سان عرقنو الله سبحانه وتعالى انطلقوا مركل على سوء علي آيدي وآيدة وحوي صدنات سورة المرسلات الله سبحانه وتعالى انطلقوا قلا إلى ذل خوص قلا ليلي وهوس عذاب هوس كاس عذاب كاهو ذي ثلاث شعب سبدح مرحلة ضوض
وصحيبة أما صدح مرحلة ضوض وطع صدح مرحلة ضوض أيو وطع مارك تي إن دبكا هوسكا دبكا اللي رجلا الله وحده سبحانه وتعالى لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل هوس ملها قبو ملها معناها أو قبو هوس قبو معها وأصل هوس كي هذا هوس كبحين وذيك سنة هوس كوا قبو صومها كل اللي كانوا هوس كلام سدا الرحلة وكلا الله سبحانه وتعالى لا ذليل وحوي هوس ملها قبو ولا يغني إذا كان دقيق ماي من اللهب نار تقدم على إذا كان دقيق ماي خصوص صورة القرآن كهيد تبدي يدا أبي اللهب لهب وحوي أفكين الصومالية وفلين كدبكة ودبكة هلا عيا نن كاقال كهاي النبي قدير كي صلى الله عليه وسلم يقول الله الونجري وحا بلو حليلي نن مارك تساس وكلا ومارك دي وصورة ونعيسن إلهي سيو وهايو تي سيد الدبكو كلو دلالي يبا كل كا لهب وحوي معنى هيدو وهدو إلهي دين روي هاي ودب دلالي هل عيو بحي ونقيقي وحوال هاي مركا وحليلي ان مارك تي ان هوس كاني معنى هوس قبو ماها إذن كمان علين دونو إذن كمان الدقيق دونو من اللهب ان مارك تي ان لما عدا اما افتينك اما مارك تي طبك هو العيا الله وحور سبحانه وتعالى إن نقصي وضمع إنها شريد أريقا إنها وحون غنيا إن ذلقوا إلى ذل وهوسكي ويان الله وحور سبحانه وتعالى هوسكاسي ترمي وحطوريا ترمي وحطوريا ترمي ورموي وحجمي معنا وحطوريا في شرار دمبيلو الضبع دمبيلو العيا وقبنيا أيو طوريا دمبيلها صو كالقصري سيدي ماركتي قصري بغرض وكلا وانا انتسدونا هدو قصري بغرض وكلا أيوة اللوح الله سبحانه وتعالى تنبيل الساسو طوريا يو قصري بغرضو كلا معناها ويجي هويا يساسو كلا طوريا اللوح سبحانه وتعالى كأنه هوسكا سوا بيسقو جمالة صفر سيدي قالين جيلة ومارك تي هرود أما جالو كلا هذا شيري يريقا جمالة هل قيل ويا مقالين قيلة أو صفر صفر عربي قواجع لها أما أورنجي قصاص وكلا سيدي أورنجي وكلا هل كان محاوي جمالة صفر وحوي يا خياري ودبكي هل عي دبك مركو هل عي سيدي سو سيدي مارك ديقاب أورنجي وكلا يا دب افتيمة يسو ملحان أو أورنجي وكلا ودمع دي دبك ويان للصعودة دمع دي دبك ساسو كلوي في وي مركا الله سبحانه وتعالى هل كاسو ماركتي وشيغي ماركتا مركا وحالي رقال الدب سدح استيج كوبان سدح مرحلة ضو كوبان فلو حالي انتوس دونا دب كان سدح دم المرحلة ضو دا وحاوي هاي اي حصوص تا دب سدح مرحلة ضو كوبان باليلي طب كاسون مارك هوس كيسون قبو هين قبو يدين هين إسلام مركانا هدول هاي دين روي هاي ونا لما على الضبكة يهول على الضبكة أنا إذن كعلم دوني هذه في رسم معنى دو حوية والضبكة قبل يو سدح مرحلة الضبكة اللي هي سدح جرب ومارك تي إسكال فرفوريا أنت أي حصوص تا مركا لوحر سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين ويل وحو هلاك السقنا دي يومئذ مالنكا للمكذبين وي الله رسولك زبيني فريد الله يسوسي وتوحيه سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون مالنكا سي ومالنكا لو قلان دونين هنا هو يراتيها الله هذا القوى كحرين يقال هذا مالنكا مأدونكا مالنكا سي ما آخرا والله أعلم لكن نبو فكر كينا سوجدين إنها أنو وحن رمي سنة مالين كانينو يهي نيولير وور وانا ينتوس دونا سدح دي استيج سدح دي مرحلة ضد لما عدي الدبكة هيد سدح مرحلة ضد وكل دون صومر طي حصوصة
اللوح سبحانه وتعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون ما إن كان اللهم أقول هذا اللهم إدمو إن أي هبا يراتي وح عذر دار السمية وعلى قحر عذر داركي عذر دار بجرو الله سبحانه وتعالى وحيري ويل يومئذ للمكذبين ويل وحاها بصق ناضي يومئذ ما إن كان للمكذبين كوي بنا لياشها يا الله سبحانه وتعالى رسول في سبيري بريد بريد ان ايده كلام قالينا بسوره الرحمن ايده ادولين روي هي ان كوبي صدرات الله وحده سبحانه وتعالى سن فرقوا وان لكل مينا وان لكل مينا وان الذي الغريننا وان لكل مينا معناها وان اذن لكل مينا لكم قالذي قال الله صو الله سبحانه وتعالى أيها الثقلان أيها الثقلان لبدن عصلاتي أيضا سورة سورة الرحمن الله والله يك شكين صلى الله عليه وسلم حوي وانسي كبرئ قال هذا نقضي وما أنت قوته وين اللي كين دونه يو جينكا لبدن قوته أي سورة الله ليسا وأنا الله بجرو أما الله بكوحد أو قالوا بي هذه آدم مارك تملتري حوق دغالي وين الرحمن قد دميذ كسي حصي يشي إلهي كو قالوا بي سورة الله بضع سي آدم الله هذي سامرك وحر سبحانه وتعالى وان إذن لكل منا لكم أيها الثقلاني لبدا علصو لبدا حوق عصلاضو جنكي بلادا كاهو وان إذن لكل منا الله وحر سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وحللي نمعذر نمعوين كربيين نمعذر بين الإنسان واتين نمعذر ربيين يد بين الإنسان سبحان الله منا الله وحده سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس كلن كجن ينسيو برلمان وينهن قلها وين كلن كجن ينسيو إن استدعتم حداد أودان أن تنفضوا إن أدح جيحدان أو أدح قشان من أقدار السماوات أي بكمد السماوات يدلك فانفضوا الله وحيد سبحانه وتعالى جيح مركع قلع وحالي إلي حداد مارك يا معشر الجن والإنسي وذا هو وين جنك ينسي قهو حداد سمد كرو كرتان مارك ودخل جيح كرتان ودح قلي كرتان أما دولك بدوين تأد أما دولك العادي قاعد كل دح جلي كرتان دح جدي كل دح جيح كرتان وتكل دح بيح كرتان اللو حيري صعلة كل دح بحى دولك يعرف كم أنت ذودان كذي من اللو حير سبحانه وتعالى لا تنفذون اللو حير سبحانه وتعالى لا تنفذون ما دح جلي كرتان باليري كمان دح بيح كرتان سماوات كأي دولك ما دح جيح كرتان ومعناها دي حكم عيدك وصمرينك بيها قلع ومسايلك هو ذا قلية عرك كروسي سعونية وماركتي مسايلك صمرينك كصوب حيا دول كوزيك سعونية وحاصل دنبو إلى الله سبحانه وتعالى ما صمعين كرتان ومعودانين أدقشان إلا بسلطان إلا أقولان شو حق الله إذن كيما دمويان سبحانه وتعالى إلا إلهي ذين أقول هذا مويان بسلطان حجلة إنسية وماركتي الله قوهيرك أبروفلك أقولان شاها إنه الرحمن كو إدنسية موياني الله وحده سبحانه وتعالى ما سمعين كرتان آيات كو حكتا وحوي فبأي آلاء ربكما تكذبان آيات كإلهي نمعوين كإلهي آيات كإلهي نمعوين كيسا وحالي يري فبأي آلاء نمعوين كإلهي نمعوين كإلهي يا ربي قيل إدنسية مدد بين الإنسان باليري تما بجرت إن مع إلهي سبحانه وتعالى وأنه بينك الرضت كأنه مسلم كعادي قالت يو اختيارك يو مركب حليلي واتين مع ذا ربيم هاد بين الإنسان الله وحير سبحانه وتعالى قيلت مركب إن حقوص إسمارك في الدقال كواطن الله وحير سبحانه وتعالى يرسلوا عليكما يرسلوا والدك الصادري عليكما لبدين وجنك ينسي قود لهاي شواظ دب على إنك صادري بالي دب على إنك صادري
maaragtay dab holcaya yaa la idinku soo diray baa la yiri dab holcaya ayaa la idinku soo diray baa la yiri dhamcadaba yaa la idinku soo diray oo min naarin oo naar laga sameeyey alla muxuu yiri subxaana watacaala isagoo sii wata iyo wuxuu yiri wanuxaasun iyo maar dhalaashay maar dhalaashay yaa oo iyo qiiq iyo dab socda ah yaa la idinku soo tuuri doonaa baa la yiri soo ma aragtaan kadibna alle wuxuu yiri subxaana watacaala falaa tantasiraani waxaydiin gargaarana ma heli doontaan laydinmana gargaari doono laydinkama ilaalin doono macnaheedu waxa weye jini isinkii yaa ayuha thaqalaani weye labada jinkii insigii gaalada ahaa ee adduyadan ku qooqayo halaagiini baa yimid dhimbiilo iyo dhamacyo daba oo qiiq iyo maaragta naar wata oo laga sameeyey oo islamarkaana maaragta dhalaashaa yaa laydin keeni doonaa fariid akhyaari markaan Mareykanka tegay saddex sano ku dhawaad baa waxaan ku jiray Polytechnical College farsamada gacanta ayaan ku jiray waxaan bartay cilmiga wellinka wellinka markaan bartay aad iyo aad muddo dheer baan ku shaqeynayay marka waxaan wellinka bartay waxay tahay mar kastood aragto naxaas naxaas inagu waa maarta waa koobarka ingiriiska koobar weeyaan carabiga naxaas wey soomaaligeenana dee waa naxaas oo kaloo maarna waan idhaahnaa maartana waan idhaahnaa naxaasna waan idhaahnaa waxaa marka dhacday maarta waxaa loo isticmaalaa qasabadaha wada ee qaada biyaha kulul waayo maartu macnaha high temperature heerkul dab aada u sarreeya wax kuleel zaa'ida ayuunbaa dhalaalin karaa halka biraha caadiga biyo kulul hadduu maaragtay bil gudaheed qasabaduhu biyaha maraan ay dildilaacayso laakiin maartu biyaha kulul baa dhex maraya sidoo kalena maaragtay gantaalada waaweyn ee hubabka wax gumaado qaada maarabaa dusha sare looga sameeyaa si marka gantaalkii la diro uu sanada aado oo uu ku safro meeshii lagu talagalay kadib markuu meeshii lagu talagalay yimaado re-entry buu sameeyaa atmosfeerkeenna buu soo galaa atmosfeerkeenna dee waa wuxuu ilaahay ku talagalay oo difaac min allaahi waxa weeye difaac min allaahi ku jiro wax kastoo soo gelaya macnaha dhalaal baa ku dhacaya macnaha garaafitiga waxay dhahaan iyo bresherka dhulka soo gelayo inta badan biruhu waa gutaan hase yeeshee maartu ma gubanayso oo saar idin sheegay waxa lagu talagalay heerkul ama wax kulul oo aada u badan macnaha heerkul aada u badan bay iska xamili kartaa marka alfeeriya marka waxaan idin sheegay gantaalada in laga sameeyo biri allana wuxuu yihi halkan subxaana watacaala waxaan idinku soo diri doonaa dab holcaya oo naar ah dabkaasoo isla markaana ah maar la dhalaaliyey fiiri maarta qur-aanka noo sheegaya waxaan hadda idin sheegay in gantaalada waaweyn iyo wax kastoo kulul maar lagu daboolo oo dusha sare looga dhigo hadda hubkiina guduhu ku jiraa marka alle saasuu yiri subxaana watacaala mar kale haddaan aayaddan ku celiyalle wuxuu yihi subxaana watacaala yursilu calaykumaa waxaa la idinku soo dirayaa waa jinkii insigii qooqay laba gruub weeyaan laba kooxood shuwaadun waxaa la idinku soo dirayaa buu alle yiri subxaana watacaala dab maaragtay dab maaragtay holcaya oo dhamaca dab holcaya oo dhamaca waana bir weeyaan waa dab bira oo holcaya ayaa la idinku soo diriyo alle subxaana watacaala dabkaasoo mina naari naar laga sameeyey macnaha naartu carabiga waa dab marka alle wuxuu yihi subxaana watacaala waxa weeye dab holcaya oo naara oo isla markaana ah iyo wanuxaasun maar la dhalaaliyey oo daba yaa wuxuu leeyahy raxmaanku idinku soo dirayaa oo maaragtay laydinku baabiinayaa intaa kadibna falaa tantasiraani waxay idiin gargaarana ma heli doontaan fariid halkaa mashaki baa khayaari kaaga jirta idinkaga jirta macnaha in aayaddan ay ka hadlayso maaragtay gantaalada nuclearka oo la tusi doono videoga soo socda videoyada soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo kolka waxa weeye waa nuclear war saan idiin sheegana gantaalada waaweyn koobar baa ku jirta maar baa waxaan firi metallurgy haddaadan ahayn qof biraha iyo waxaan yaqaana haddaadan ahayn aayaadkan ku fahmi maayaan laakiin haddaad maaragtay biraha say isku galaan biraha say iskugu dhalaalaan xusuusta hadda marka la ilxamayo birina bir kuba dhigto bir kasta goonideeda loo ilxama ilaa marka hore ay liquidka yihiin marka hore ay dareeraa yihiin haddii laysku daro kadib deen hadhow kadibna hadhow waa laisku alxami karaa laakiin haddii biraha maaragtay birta siinkiga ironka waxaasoo dhan noocoy haddii gooni loo kala sameeyo hadhow layskuma dhejin karo layskuma alxami karo ilaa
bilowgii hore birahan ahaayeen biro la isku dardaray inkastoo hadda technology-dan dambe ay jiraan maareeyti biro aan maareeyti temperature zaid wata aan maareeyti aan heerkulbeega dabkiisu aad ku leeyahay oo wax kasta dhalaalin kara marka aayadahani aniga saan u arko ay tahayna wax weeye waa gantaalada nuclear warka aan idin soo wado waa daawan doontaa qeyri waxay sabar la yeesho meeshan ciyaar ay dhaanta kuma ahayn cilmi ilaahay baan ku hayaa subxaana wa tacaala kolka wax weeye taas waa taas haddana waxaan gelaynaa suuradda 44 ee qur-aanka ee la yiraahdo suuradda dukhaan dukhaan carabiga saan idin sheegay waxa weeye waa qiiqa la yidhaahda smog weeye allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim فارتقب يوما تأتي السماء بدخان مبين الله وحر سبحانه وتعالى سوق ودواء ليدي او سوق يوم ما لن تأتي السماء صمد وإلا إيمان دونتو بدخان مبين قيق عب الله وضع أركو قيق با صمد كإيمان دونا ليدي نبي قلنا صلى الله عليه وسلم طبعا كوحيا لوضو ومارك دي علم آخر زمان كنا وشيغي دخان با كمدا دب صمد كإيمانية waagan taalada nuclearka shakiga ma jiraan inuu dabkaas yahay nuclear war dagaal nuclear iyo qumbili durida la isku adeegsado qofka wax gumaad la isku adeegsado dagaal inuu yahay shakiga ma jiraan iga kadibna la wuxuu subxaana wa tacaala markuu maaragtay dabkii cad qiiqii cadaasamada ka yimaado yakhshanaasa dadkii oo dhan buu dabooli doonaa qiiqii dabka ahaa ayaa dadkii daboolay oo macnaha qariyay hawadii buu xiray atmosfeerkii oo dhan buu xiray maareeyta oo meesha culimada islaamka yiraahdaan maareeyta qaar toddoba beri baa maareeyta cirku iftiinka ka xiri doonaa qoraxda saasoo kalaa adiga waa nuclear war hawadii waxa dhan waxa xiri doonaa atmosfeerka waana dagaalka nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam yiri shimirta duusha way soo dhici doontaa waana dagaalka nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis ku sheegay inuu yahay al-malhama weeyaan waana nuclear war marka alla wuxuu subxaana wa tacaala yakhshanaasa dadka dhan buu dabooli doonaa kadibna dadkii maxay oran doonaan هذا عذاب أليم كان هو عذاب آدي أدو حنون بطن الله أكبر كدب حديد ونطدك ربنا اكشف عنا ربنا ربي قرنو اكشف عنا إله النقاقات عنا النقا العذاب إله عذاب كالنقاقات بليه دونان إله عذاب كالنقاقات يليه دونان إنا مؤمنون هاي مؤمنين بان هاي رب العالمين وطبقا نكا كرغات بديه دونا اللوحر سبحانه وتعالى اللوحر سبحانه وتعالى أن لهم الذكرى هاي قال إيه هاي مركي عذاب كوي بدبوعي لهذين وعبادك يهور القرآن كنور شيء سبحانه وتعالى هو يري هاي ذكر الرحمن كوير سبحانه وتعالى مركو هلاق النقو ويمد هيا وحي لهذين إنا كنا قوم الظالمون دا الظالمين بناحين يقورو قالوا بي وهذا الذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوير هذين ونوص صعوتها marka la wuxuu subhanahu wa ta'ala anna allahum dhikra sidee isla markiiba ugu sugnaatay islaanimo yeenay aanu samayn ya dhikri ilaahi yeenay waan toobaan waqad jaa'ahum rasuulul mubiin waqad xaqiiqay jaa'ahum yuu horena ugu yimid rasuulul mubiin rasuul adba u yimid daacwadiisu caddahay fariintiisu caddahay u yimid kad la wuxuu subhanahu wa ta'ala thumma tawallaw kadibna way ka jeesteen rasuulka xaqiisa wa rasuulullaahi maxamed weeyii akhyaaray arintana waa adduunka aakhira ma aha adduunka weeyaan waa nuclear war waa dagaal saddexaad waa maaragtay halaagi bini aadanka weeye dee goor uu dhici doono ilaahay baa iga og inuu beri dhici inuu 10 sano dhici inuu 6 sano dhici inuu 7 sano dhici hase yeeshee waxaan doonayaa in 10 kan maanta layla qaato arintana way dhici doontaa wayna soo socotaa rasuulkan laga hadlayaa waa rasuulullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam gaaladuna waxay ku yiraahdeen yaa ayaan intus doonaa waxay macnaha joorada mareykanka iyo westernkan ka akhri jiray nabiga ay ku dhihi jireen sallallahu calayhi wasallam iyo waxa aayadani inoo sheegayso inay nabiga ku yiraahdeen yaanan tus doonaa thumma tawallaw kadibna way ka jeesteen canhu xaggiisa rasuulkii xaggiisii waqaaluu waxayna yiraahdeen mucallamun majnuun waxay yiraahdeen isagu rasuulkaasi mucallamun waa nin waalan oo maaragtay waa macalin weyn oo waalan bay yiraahdeen fiiriya waxay yiraahdeen waa la baray waxan wuuna waalan yahay rasuulkii ku yiraahdeen day macnaha fiiri waxay yiraahdeen waa la baray waxan waa wax la baray al majnuun uu yahay waa nin waalan
رسولك لو كيرا ذي وانو وعلان وبيران أو وحان لبري سو مارك تان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هيري معلم المجنون وحوي علماء الإسلام كا إيه مارك تي نمان كي بغرطود إنجريس كا ويا جوجو ما جوجا وكوا مارك تقيقني بلايدا ندي هلاك أن قيب كان غندونا انت استوى علماء بغرق سنة لصور لها فوحي وشي وحي ويا يعني ماذ من الله وذاتكي وآن وذاتكي والله من الله معناها ودول كاس ماركتين بيرشيان كل لغة أفغاني اللي راه الله ملهم عليه ذو الشيخ ووذاتكي والله غير هذين سو ماركتين سيد كمركو سيد وحبيب حيماد من الله وذاتكي والله هل كان محير هذين النبي محكور صلى الله عليه وسلم معلم مجنون وعمل لبريو والا في ردي ولي قد الله كم هو أنت من مركا والله جوابي والله جوابي الله سبحانه وتعالى وحلو به دونا معناها إنا كاشف العذاب قليلا إن يربى عذابك الذي تقاضي دونا باليلي إن ير يا عذابك الذي تقاضي دونا معنى عذابك أسأل الذي تكون بابين دونا كدبنا له سبحانه وتعالى إنكم عائدون إنكم إذنكم قال ذي عائدون باتكون نقون دونتا وقال لما دون باتكون نقون دونتا دي اللي ذكت دايو عذابك المانتا عذابك النوكي أهلاقي لها وأنا نقول رور وأنا دقال سدحاد شكيك ومجلو الله سبحانه وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون الله سبحانه وتعالى يوم نبطش مالك عن قبضون البطشة قبشو الكبرى قبشو وين بالقبضون قال هذا الله سبحانه وتعالى إنا منتقمون إنا بير سبحانه وتعالى عنو والله سبحانه وتعالى منتقمون قال هذا وكأرسن دون ربي جي حصوصا هيد القرآن كواتي هيد والله عزيز ذو انتقام إلهي وحوين عزيزة وأرصد أرقوس الصحيبة معناها قال هذا الدين تيسي يرسوش زمركك وعاسيين إله وكا أرقوس ما قال الله سبحانه وتعالى يوم أن نبضش مالك أن قبن دونه البطشة الكبرى قبشة أرق أوين إنا منتقم بير الرحمن كوان كأرسن دونا قال هذا معناه وحي الدين تيسي قصوين بنت أي عاسين تاي رسول كيس عاسيين أيضا النبي عاين وحاصل نبو الله سبحانه وتعالى كأرسن دونا مركا خيارة انتاس يعني هدو لأيدين رؤية واصل عرقني يعني هدنا وحان روائنا يعني تصوها هدو لأيدين هدو يعني مارك تي آيادو آيادها من يصورة ده يعني تصي أرنتي كهاليا بندون يا مارك تي يعني تصوها هدو لأيدين هدو فريد فريد een halkani waxa weeye waa gantaalada nuclearka shiinaha sameeyo gantaalka la yiraahdo DF 41 baa la yiraahdaa waa gantaalada ugu dhaadheer weeye qaarada iska u gudbo ruushka iyo mareykanka waxa ka dheer ka shiinaha adduunyadu ku soo wareegi kara kan haddana mareykanku mid la mid u sameystay laakiin haddii xusuus ah nuclearka adduunka gantaal waxaan wax xugumaada ruushka koowa mareykanka laba shiinaha saddexa marka saddexdi qodob baan daawanaynaa marka ila fiirsada waxa jira hadii la yiraahdo كان واقعًا طالضة وحوي شينه ويه هرتي نيالة ومارك تي قاردة اسكه قد بأي سي بي ام ويه انتر كونتيننتال باليستيك ميسايل كان طالضة قاردة اسكه قد بدي اف 41 بالي جاه ده وشينها وكم دي هي كو وخطر سنبو كم دي هي تيستي باي سمعين يا كان طال كاني لباس صدح جير ايو مارك تي ما ان مارك تي قاركو ده دو وقت ماركتي سقال كن أو كيلومتر بحجران مركا ميلها دلو دلو سدح جير بخصو نغن كرا واكن فريد تجاب انت بالقوضة محوستان خياري ماركت آيات قرآن كاين اي تري ان دلقو إلى ذل ذي ذلات الشعب قلا هوس عذابه ماركتي سدح مرحلة ظلي فريد هدا بقن تالذني اي سي بي ام كاللي جاهدو وحي ليهين وحلو دهو تري ستيج based system waakan qaybti labaad hadda waa qaybti labaad weeyii waa stage ki labaad saddex stage okay ki labaad ba okay ki labaad hadda kani waxa weeye waa multiple warheads weeyii waa qaybta macnaha gantaalada badan wada oo maareeyti ilaa 10 xabo ugu yaraan ay ku dhex jirto hase yeeshee saddex stage bulay stage ka koobaad markuu kaca qayb uu tuuraya hawada markuu galo qayb labaad uu tuuraya meeshii ku qarxay markuu dhoweyna qayb saddexaad uu tuuraya kadibna gabigiisu dhamaado hawo noqonaya marka
كان يوحوي يعني واساس وكل وسدح ذي ستيج يعني القرآن كي ينشي يقول لي سبحانه وتعالى قدا قال لي العذاب سدح ستيج وما رجتي هوس هوس غبونا أنا هين إسلام مركا أنا وصنع حويد كترين وكان هذا الساس وصعد مرك وصعد دو يهيميش يوكو قرح لها ستيج كي وقدم بيبو يمن أمام مرحلة دي قدم بيسي ساس وصفري مركا وسدح ستيج ويان وكا مرحقيبتي قدام بيسيبو فري مرحلة دي قدام بيسيبو فري واتري ستيج قيبتي قدام بيسيبو مركو فري كدي من وار هيركي بحال برفور مدونا وكا مركو سوق اللي يدول كان ادمسفير كي هذا دول كي بكسو نغني مركو دول كسو نغني وكا مركو قد عيو سو ماري كان مرحلة دي قدام بيسيبو توري مركو دول كسوق اللي ينا وحوي مادام وماري هي وحوي معناها مقبني وكا خياري وكا نقل القران الشيخي الله يحيي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إنه جمال الله سبحانه إنه كأنه جمالة صفر وليه سبحانه وتعالى واصدي قال إن جيلو جدودا في اللغة العربية تطفي فهمي على فانسيني قال إن جديد وجدودا وحوي قال صور كنورتين يالا وأنا صور ككسر بحمي يقول يركا سمارك تيني وهروض جالي وهجرو الله واكن وحنا تلمام يا واكن سمارك تان كأنه جمالة صفر كأنه واصدي وا معناها ضبكي كأنه بالي واصدي صقوع جمالة صفرين أورنجي أما يجعل هل جيله هو جاء ماركت هرود يورنجي كجرا صفرون أو دلالة إسا وكان ونقول لكم ويان أيد وحي شيء إسا نقول لكم ويا خياري وحي شيء إسا سو ماركت وكا وكا واجي أمير هرود هاي جالا هاي فريد ما شاء الله هل درو حنقلنا كم رأيكم كا ويسكونا ماركت كو خطر سن وامرين بانتري وي اي سي بي ام كا intercontinental and ballistic missile oo amerikaanku leeyahay fiirsay sagana waxa waxa seelo liirada laga furay undergroundka dhulka ku jira aboorkii aan maareeyay aboorkii baa laga qaaday dhulkii baa laga qaaday dhulkii baa laga qaaday waka kacay maareeyti ka baxay dhulka fariid hawadu galay xusuusta isaguna di thalatha shu'ab weeyaan saddex kolom ama saddex stage ama saddex marxaladood buu leeyahay isaguna en maareeyti waka hadda marxaladda koowaad uu tuuraya saadka aragtaan macnaha xusuusahan dhamaantoodna Alla soo sheegay way subhanahu wa ta'ala kaannahu jamaalatun sufr weeyaan qaalin geelo maareeyti orange ayay wadeegin okay ki koowaad uu tuuray marxaladdi aan maareeyay fariid waka uu dhacay kii labaadna waka madaxi uu socdaa kadibna mana macnaha marxaladii labaad uu tuuray Soomaaligtan hada re-entry uu sameeyay dhulkii uu dib u soo galayaa kadibna marxaladii saddexaadna maareeyay hadu qarxinaya qaybta dambe oo cayisa dhacday waka kala baxay oo maareeyay marxaladii saddexaadna galay fiiri ayda quraanka xusuusta la wuxuu subhanahu wa ta'ala gala adab hoosa oo saddex marxaladood ka kooban miyuusan kani adab hoosa ahayn oo saddex marxalad ka kooban waka final stage bu galay marxaladii ugu dambeysay bu galay maareeyay gantaalkii waakan waa uu soo duulay idin rooyay waa uu soo tuuraya waka kadibna wixii dhan oo kala baxay kadibna waxana waa war heerkii weey waa madaxdii gantaalada ku jireen hadda ay soo furi doonaan maareeyay markuu dhulka soo galo kadibna waxa weeye een maareeyay gantaaladii oo ilaa ugu yaraan 10 ayaa ka soo baxay maareeyay waa marxaladii saddexaad baa dhacday Soomaaligtin gantaalkii waka marka haduu single warhead yahayna hal madax kaliya haduu yahayna oo sidii suu ku gali meeshii loogu talagalay targetkiisa ahayd haduu yahay nooca multiple warhead leeyahay ama gantaalada maaragtay furfura ee wiiran 10 ka xabbo ku jirtana 10kiiba haday ka soo baxay oo iska furaya fiirsada hadda waxa weeye soo galida dhulka markuu soo galay way hol caasi waa pressure ka dhulka waa wax Ilaahay uu subhanahu wa ta'ala dhulka ku ilaaliyo waka meeshii buu galay waka badii buu qabsaday kaasina wakaas فريد كاسنا و هدو لاني روياي و كي مريكن كوي هدا نوح انجلينا خياري كو خطر سن و هلا قبضا و نمارك تي هدو لاني روياي روشكا جنتال كان داركتان روشكا وحالي راه وحالي راه سرماد سرماد اخياري وحالي ليجري قبيل ياجوج وماجوج او لديجري سرميشيا او كنوا حقيقيا meesha ay hadda Ukraine degantay wadanka Ukraine ay hadda lagu dagaalamayo ayuu qabiilkaas ku noolaa ayaa juuji majuujka waxaan la leeyiray Sarmatian ama Sarmatian
قال لي هجر لك سكون ولا وحي يعني قبيل هلاك وقبيل كي وقبيل كمد حلفظي ورحم الله ذو القرنين كد السيبي حرانك أخياري وحوي إله ما هذا له مارك يعني تاريخ ده أني من كان يروبي أنك أدب الله يبري إلا شنب قلو قبيل أو يروبي أنك أو مارك دي إن نبي نوح جريد سكدب عليه السلام إلا ما إن كان ما أنت جوجنو مش كي ما دين ربنا بنخري إن مارك دي بواقع عيد كفر بطن مركا معناها هذه وإله ما هذه يروبي أن تاريخ قبيلة أو ظهور أدب أنا وبرتي أنا وباري يا جوجي ما جوج مركا روشكو قنتال كودن وحيوقو مقع درين قبيل كمد قبيلة دي يا جوجي ما جوج وقوة وينا ولونجري سرماتيان أما سرماشيان وكنا ولا ماشنا دي يقرأ انتهي أغارك بلاكسي مركا قنتال كاني واكاكو خطر سنة دوية دا خب عيرين كاري يمارك تي ديفنس ويبن كان لغو خب كان قنتال دان انت لطورو قنتال صوص على قبتان عما بقى وان كارو وايو وا هايبر سونيك ميسايل ويان ووح خطر سنة تكنولوجيا دي هوري حصوصة القرآن قال لي سبحانه وتعالى يرسلوا عليكم شواس وحل شواذ وحل تصدر دون بالير سبحانه وتعالى كنتال ضبا وجبني يوم من النار النار اللي جسمي والنحاس إسلامر كان مارا من إسلامر كان مانا الله سبحانه وتعالى عيري فلا تنتصراني إلا إذا ذكر قاري دونه واكن خياري وحيله كالله سبحانه وتعالى واكون بلا أدن كوب كسكو بابين دونه واكن استيج كي كوبات باق بحي ماركا دول كوب دعشير سو لبك كلا بحد دونه مركو هو ذا قالوا وكدبنا إلا ميشس وقبصده كان نوع نوع عقوقة ترسن وروش كسمايو ساندي عرب بابين السربانشي ينبال إليه ذا كدب قنتال كان مركو ميش اللو قطة لقالي قبصده خياري ودولك يقول لعو وحاو السمين دونا هدو إلهي دين رو إلهي وحاو السمين دونا قيق بو السمين دونا دولك يدنبو قرحين دونا دولك يدنبو بابين دونا وانا قيقا الله سبحانه وتعالى سيرة سورة الدقاء كشيغي ويري سبحانه وتعالى فارتقب يوما تأتي السماء بدخان مبين سو ماركتان كل كوح وي نيوكلير هو كقوم بالدريد نيوكلير كقرآن كخياري وكجرة حسية شيء النجا أيان ماركتي قرشي وحبا أولهين مركل هدا إن سنة واكن هدول هيدين روي هاي كان تالا ده ماركتي نيوكلير كي وحبا بيا واكو أنا القرآن كشيغي ماركتي مركا وحوي خياري النجا عن ماركتي وحبا بارين النجا دد عاجسة النجا عن دد جرا هيني وحن ردنا على القرآن كنه وشيغي سبحانه وتعالى وانا كنا معناها سومارك هو سوبر هيفي هايبرسونيك اي سي بي ام ويان روشكا كيس هو كخطر سيئن نمان كان نمان كان يروبيان كاها نمان كان خياري وان نمان كان ديد هلاقي وي وان نمان كان مارك عرض الهي يدونك كسود الدجيه ووحي سمينا يان ادمان تاركتين ان قنتال كان روشكا ساد كاركتان نورت بول بكسود بعصود بول ادونك نبو كوري يجيبه قبي يسيبه ميل كستونا معناها ماري ميل كستونا سوقري ان ميل كستونا سومري كدبنا وحوي مركو دولكو كسور دعنا وحوي كنتالك واكن سرمات بالي لهذا ونوع وخطر سنويا وانا هببك للدوان ومارك رينتري فيكلا رينتري فيكلا وحوي وحوي وباشن قاريقا وكلا دياردون وكلا الله سمي دولك كنتالك ديبكو سعولين حصوصة كنتالك دولكو كاكا عيكوربو هذي سوى نقشد على سكول دافي وحال الله سكول دافي وهذا يرى الله يستا رينتري تكنولوجيكا way de gantaal wad ka tuuri kartaa laakiin sida hadan dhulku ugu soo celin haddii gantaal ka tuurto de markuu xawaarihiisa quwadsi dhamaado samadu iskaga dhalaalay kadib isagoo biro meelaha ku daadan kadib uu dhamaanba soo noqoshada dambe hubkii oo saysta taas way wax la isku haysta ruushkana waxa ay diida ku dhaafin wax weeye waa reentry vehicle ka oo maareeyta ee khatar ku yihiin marka gantaalkooda ruushka waa kan odaga joob bayraana waa kan dibalaay u timid waa iska niweyn muuska tagay isagu waxa uu u maleeyay inay doorashada damiin u gali doono marka qiyaaray waxa weeye aan quraanka oo dambiilii weynaa buushna waka kolka waxa weeye qiyaaray ruushku waxa kale leeyihiin kantaar la yiraahdo maaragtay bal turbiido bay leeyihiin boos doon bal yiraahdo waa nuclear machine waa drone underwater drone way drone ka aadna qashayn ee hawada wax ka baabiisa tani dhulka badda ku jirtaa waliba badana waxa la yiri sanaday dhex fadhin kartaa iyadoo nuclear wadata motorkeed engine ka wadaana waa nuclear powered engine ba ku xiran waxa motor ku xiran ba ya nuclear sida darted bilaadani waxa ma baahna qad hoosteeda fadhi maalinki activate lagu sameeyay kici waana nuclear kugu daraatani marka khiyari waxa weeye inta sarbay maanta maaragtay hadduu la yiraahdo inaan in sheego waxa weeye inaga maaragtay fikirkeenu iska yar yahay fikirkeena iska yar aqoonteena iska yar khiyari
علم بارستينا اسكير تعلينتنا اسكير اي وحوي الهي سبحانه وتعالى سان بلوغ شو قدين شيء يقول ما فرضنا فيه من شيء كتاب القران قال له سبحانه وتعالى اخياري وحل وما انت جنب كتاب القران وحل بان كشيغي نيوكلير وور ادونك كوسو سودا شكنا كوبا جيرو ماركت اني بدن ودومد الهي كو هلاك دوران marka waxa yeelaysa akhyaar haddii muslim tahay qaraabada ay dadka ay u dig ee tawxiidka islaamnimada hal badiyo wallahi wallahi adunki akhyaaray adunki ma aragtay ma fiicna ma aragtay een wadaadka hadlaynahay macnaheey arkinay waxa ay aragtay in walaalkii uu ma aragtay arrimahan ma aragtay cilmi akhri suban kan aad iyo aad u bartay kutub badan akhri ma aragtay oo de waxan facla dadkiisu u sheegay adu ilaahay yiraahdo marka een su'aashani shugan ku aan video ku bilaabay hadaan ka jawaabo waxa uu yaqeeray nuclear war quraanka ku jira saddex suuradood baanad intusay oo dhamaan intaas oo ayada wata waxa kale oo intusay een quwada nuclearka ay si kale weyn ah ruushka mareykanka iyo shiinaha of course kuwa kala faransiiska ingiriiska een maareeyta israel pakistan india iyo north korea ku jiraan iyo iran oo ku soo dabaxda een video gudawada khayr la yiraahdo yajij iyo majuj waxaan sheegay 10ka qowdo nuclearka waa Iranka 10aad macnaheedu wali ku dhawaaqin 10ku waa asalkoodu waa yajij iyo majuj waana 10ka umadood ee adduunka halaagi doona ee Alla ka hadlay subxaanahu wa ta'ala in nuclearkan xaqiiqan samada loo dirayo halka khayray waxaan ka rajaynayaa ma aragtay in tacliintaadi la barataan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa sayyid abdurrahmaan wa khayray oo idin leh assalaamu calaykum